مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في إحدى جلسات الحوار الخاصة بمعرض إمارات الرؤى 2 تحت عنوان سرد ووعد. هذه الجلسة عنوانها الأيام الأولى من الفن التشكيلي في الإمارات، والأيام الأولى طبعاً تعني الكثير لنا حيث شهدت البدايات والتطورات لمسيرة الفن في بلد عني كثيراً بهذا الفن بصورة منقطعة النظير، حتى عد اليوم والفن فيه حالة خاصة جداً على مختلف الصعد يعني. وطبعاً هذه الجلسة وهذه المحادثة والحوار يأتي ضمن برنامج أبو ظبي، مهرجان أبو ظبي عفواً لعام 2022. كما ذكرت أن حديث اليوم هو بعنوان السنوات الأولى لبناء مشهد فني ومجتمعات إبداعية في الإمارات، ونرحب بالضيوف الكرام الذين هم ثلاثة من رواد الفن في الإمارات: الفنان القدير أستاذنا عبد القادر الرئيس، الدكتور فنان محمد يوسف، والفنان أستاذ عبد الرحيم سالم. شكرا لكم جميعا على المشاركة في هذه الجلسة. وكما ذكرت في مقدمة حديثي أن الإمارات كان لها سبق في مجال الفنون المرئية على مختلف الصعد، منها على مستوى بيع الأعمال الفنية، يعني هناك نشاط كبير في بيع الأعمال هنا في الإمارات، وليس من الغريب أن تستقطب الإمارات بعض أهم دور المزادات العلنية في العالم لتكون لها مكاتب محلية هنا وتقوم بعمليات يعني اقتناء الأعمال ورعايتها. لا أريد أن أتكلم أيضا عن الجهات الحكومية وغير الحكومية وشبه الحكومية، أيضا من وزارة الثقافة ووزارة الخارجية مشكورين على اقتناء أعمال الفنانين الإماراتيين، وأيضا إلى مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون أدماف تحت الجهد الكبير والرؤية الحكيمة لسعادة هدى الخميس كانو، فنحن نتقدم إليها بالشكر الجزيل أيضا على هذه العناية بالفن في الإمارات. أستاذي العزيز عبد القادر الرئيس، البدايات كانت في الستينيات، وكما نعلم أن الفنانون الإماراتيون أن الفنانين الإماراتيين عفوا سواء كانوا في منطقة الإمارات أم خارج الإمارات حيث عاشوا ويعني ذهبوا لطلب العلم أيضا والعمل وإلى ما هنالك من أسباب، كان لديهم طموح ل يعني ممارسة الفنون بشكل عام، ومنها الفن المرئي أو الفن التشكيلي بشكل خاص. فهل هناك دافع معين كان لديك يعني الدخول في هذا العالم؟ لأن الذي أعرفه أنك يعني كنت تحب عالمك الخاص، يعني لم تكن تحب يعني مشاركة الآخرين أنشطتهم، ولهذا ربما كان الفن والرسم بصورة خاصة مناسبا لك، هل هذا كان سببا؟ نعم، هي كان في البداية. السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا لكم على الاستضافة هذه. نقدر نطلع بعض الأسرار المدفونة. حقيقة لما كنت طفل كنت مجنون رسم، كنت أحب الرسم بشكل غير عادي. ولما سافرت الكويت للدراسة وجدت ضالتي اللي كنت أبحث عنها، وأنا كنت طبعا جسما يعني في السنة الأولى والثانية كنت بارز بين الطلاب في مسألة رسم واستخدام اللغة. في الصف الرابع ابتدائي لأول مرة دخلت لوحتي في جلسة في المعرض الربيع
الرابع كان سنة 64. طبعاً هاي كلها في دولة الكويت. طبعاً هاي كنت محظوظ لأن وصلت هناك وحصلت اللي كنت أبغي. طبعاً بالنسبة للخامات الرسم حي الأيام ما كان من سهل أن واحد يقتني، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم الحكومة الكويتية في ذيك الثقافة بصورة خاصة والرسم بصورة عامة، أنا حصلنا على جسر، كنا نحصل على خامات الرسم بدون أي يعني مجهود أو تعب. طبعا مجرد واحد يكون عنده موهبة، هنا كان في ناس إن يعني كان يرحبون في أي واحد موهوب حتى يقدر يقدم ويطور. في 65 دخلت نادي صيفي، وهي كانت بداية انطلاقتي في عالم الفن، لأن من نادي صيفي بعد المعرض تعرفت على فنان كان اسمه صباح يوسف، كان يشتغل في المرسم الحر، فوداني مع شيسا مع زميل آخر، رحنا للمرسم الحر، شفت لأول مرة كتب الفنانين، كتب الفنية مثل عصر الباروك والشيسا مثل رامبرانت ونفس الجماعة هذه. فسنة 66 لما شاركت في معرض الربيع كان لي تقريبا 6-7 لوحات، من ضمنهم هذه اللوحة. الله. هاي طبعا فترة الجسر اللي كنت متأثر برامبرانت. فبعد هاي يعني تدري في بعض الفنانين هناك قال المدرسة هذه انتهت الآن، هناك مدارس جديدة إلى مدرسة الانطباعية يعني واحد يبحث عن كل شيء جديد عن التطور يحصل. قبل 6 أدور كتب اللوحات اللي موجودة في كتب مثل ديجا وموني وموني وكتار والرانوار والمجموعة الانطباعيين فتعلمت منهم، تعلمت من رامبرانت طريقة رسم البورتري الظل والنور، وتعلمت منها من الانطباعيين استخدام الألوان. هاي كانت البداية. طيب أبو مصعب، هل كان وانت تقوم بهذه الأمور يعني محاولة التعلم من أعمال كبار الفنانين، هل كان في بالك خطة معينة للمستقبل؟ يعني كنت تشوف مثلا نتيجة راح توصل إليها، ولا كنت بس تمارس هواية؟ لا بالعكس، كنت جسمها هي كنت أطالع لوحات رامبرانت كمان لما كان نفس كان راسم نفسه وهو شاب صغير، سويت نفس الشيء، رسمت نفسي في مرسمي مع السف اللوحات غير موجودة. يعني هي طبعا كانت في نفس المرحلة هذه الألوان وكذا، ولكن حقيقة إذا واحد أراد يوصل كان في بالي إن جسمه يكون مثل رامبرانت. أيوة أخذت وياه، ولا شفت لوحات على الطبيعة، ولكن كنت أشوف الكتب والحمد لله استفدت كثير من أيضا إحنا أيامنا لا كان في هناك مثل الآن نقدر نفتح شاشة التليفون واللابتوب ونشوف اللوحات والأعمال أو مثلاً بروجيكتر أو كل أمور هاي كانت غير متوفرة. بس زين يعني كانت تخليك تركز على اللوحة اللي تشوفها بدل ما تشتت. وقت إن جسد أنا كنت أرسم نفسي بشكل مكثف، يعني جسد يمكن بعض الأوقات كنت أطلع، يمكن أتذكر بعد الامتحان رجعت للبيت وأنا مسرع رسمت 5 صور. خمس هذا زي لفسي، أنا كان قلم فلمستر أو قلم رصاص. فالمقصد إنه
بعض الأوقات لما تكون متعطش لشيء تمارس أكثر، تمارس أكثر، وأيضا يخليك يعني ممارسة الفن نفسه يخليك تتطور مهارة أكثر وأكثر يعني. بالضبط، خصوصا إذا كنت تستعمل مرايا وترسم بدون صور وبدون كذا، إنما لما تشوف شيء قدامك ترسمه، ترسمه على طول. نعم. على طول نعم. وصحيح هذا النقل المباشر من الواقع هو من أقوى يعني ما يمكن يتسم فيه الفنان، سواء رسم أو نحت أو حتى لو عمل انستليشن أو يعني أعمال تركيبية وفراغية. إذا ما كان قادر على يعني تجسيد الصورة اللي في ذهنه للعمل الفني، وهذا يكون عن طريق التخطيط طبعا، فصحيح هذا الكلام. وإحنا طبعا بنسأل دكتور محمد يوسف عن كيف يمكن أن الإنسان في بدايات يعني تخصصه في فن النحت أن يحاول أن يطبق ما في ذهنه عمليا. وقبل هذا هل أنت كنت ناوي، أنا اللي أعرف أبو يوسف أنك كنت ناوي تدرس دراما وما حصل فتحولت إلى الرسم أو النحت يعني الفن يعني، واخترت تخصص النحت. فهل فعلا يعني ما كانت ورطة يعني وجدت نفسك في 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 فن النحت فعلا كبداية؟ صوت وظهر عندي مشكلة مع صوت. لا الحين عليك أيوة، على الأساتذة الأفاضل زملاء الدرب، فنان القدير قادر الرئيس والفنان القدير إبراهيم سالم، وأيضا ما شاء الله عليك أنت بعد يعني مواكبنا تماما. يعني بالفعل معلومتك صحيحة، أكون فنان تشكيلي. أصلا أنا رايح للقاهرة لأدرس المعهد العالي للفنون المسرحية بحكم عبد القادر الرئيس لما كان في الأندية الصيفية، وأيضا المسرح المدرسي أنا كنت في الكويت نفس البيئة اللي عاش فيها أخوي عبد القادر أبو مصعب. أنا أيضا يعني قد أشارك في بعض الأمور، ولكن أنا كان ميولي بالفعل دراما مسرح، ولكن ذكرت أنه مراحل شقاوتي لما كانت ابتدائية أو إعدادية كان مدرس التربية الفنية يعني مدرس التربية يقول لي سبق السبورة أو سبق بعض الأخشاب الموجودة، وكان المدرسين يحرصون أني أول ما يضرب الجرس ويدخل الأستاذ الحصة يحرص أني أنا ما أكون موجود في الكلاس، لأني كنت أقلد والعوز المدرسين وإلى على كل. هذه مرحلة من مراحل القدم، ولكن بالفعل أنا لأن امتحان القدرات فاتني مرة دراما ما سمحت الظروف، فدخلت كلية الفنون الجميلة الزمالك. وبالفعل أنا أعترف يعني أني أنا ما كنت فنان تشكيلي ولا كنت رسام، ولكن دورت لي على مكان كنت على الأقل قريب. كنت أشوف والدي لما كان نجار ينجر بعض الأقراض الأشياء الطاولات، ولأنه كان مستهلك ويعني ذاتي، كان يسوي السرير ويسوي الكراسي ويسوي بالذات كراسي حق الحب أو حق البرمة وإلى آخر المسائل هاي. لكني تماشيت وضغط على نفسي أني ما أرجع للبلاد حتى أنا معي شهادة، وهذا مهم جدا، فاضطريتني أتعلم وأتعلم. لكن التخصصات كانوا زملائي أيام كلهم راحوا، بعضهم بينتينج راحوا، بعضهم راحوا يعني دراسات جرافيك مثل أخوي أحمد السويدي إلى آخره، إنما أنا أخذت خط ثاني. قلت ليش بعضهم راحوا هندسة الديكور، أنا أخذت خط ثاني قلت ما أكون أنا حات يعني أدرس النحت. بالفعل الله قدر ورحت، لكن حتى الآن أنا ما أعتبر نفسي نحات، لكن مع الوقت سبحان الله صرت يعني مثل الباحث. سمحت لي الظروف يعني مع الزملاء الأفاضل اللي معنا هنا والزملاء المتواجدين خارج اللقاء هذا أن نكون ونأسس تشكيل بالإمارات وإلى آخر انتظاف الوجود، وعلى رأسهم طبعا فناننا المرحوم عبد حسن شريف ومجموعة الزملاء ككل وأخوي عبد الرحيم سالم، ومشاركة فنان أيضا عبد القادر الرئيس ومنى الخاجة ودكتورة نجاة. استطعنا نحرك الساكن ونسوي، لكن ما أرجع وأذكرك أنا ما ممكن رساما ولا ممكن فنانا، ولكن ظروف ساعدتني ونجحتني أكون صعبة معنا
إنما حاولت أعمل في هذا المجال. الحمد لله رب العالمين الأمور كانت واضحة. أرجع وأقول مهم جدا أستاذ علي إنه الفن في الإمارات عندنا يعني كنا نواكب، وأستاذ إبراهيم سالم يذكر وأيضا صاحب القادر يذكر خاصة مرحلة في الكويت مهم جدا. نحن بدأنا بالفعل من نقطة ما يعني من وين بدأوا الآخرين، إحنا نبدأ من الصفر. صاحب رحمة سالم فنان معروف ودرس كثير وحياته أيضا التعليمية والأكاديمية أيضا ما قصر، لكن نرجع ونقول إنه الورش والمعارض والمعارض السنوية والمشاركات الدولية داخل وخارج الإمارات أهلتنا إحنا نستفيد ونتعلم، خاصة القيادة الحكيمة زودتنا بأشياء كثيرة. إيش إنه يعني تسمح لنا نروح نزور نشارك، دعمتنا دعم غير عادي مع تواصل يعني الوزراء ابتداء من معالي الله يرحمه ويغفر له أحمد بن حامد لحد ما وصلنا لمرورا بخلفان رومي رحمة الله عليه وعبد الله بن زايد الله يحفظه ويطول بعمره، وأيضا الوزراء ككل بالإعلام يعني وملوكلاء عبد الله النووي ومجموعة من الأساتذة. لكن أرجع أقول إرادة التشكيل في الإمارات بإيماننا نحن الفنانين المتواجدين الآن وبعضهم برا يعني حتى لما ما ننسحب، التشكيل خلاني أنا بالفعل يكون يعني تعلمت أشياء كثيرة من التشكيل، والبدايات مثل ما تعرف أستاذ علي وأنت أدرى فيها قد تكون صعبة، ولكن مع الوقت تأقلمت الناس، كنا نمشي سواسيا تعرف بالدولة ببداية تأسيسها كانت تهتم بالأمور السياسية والأمور الاجتماعية والأمور الاقتصادية والأمور اللي تهم تأسيس الدولة، لكن احنا استطعنا توازيا مع بفضل جهود الشباب والزملاء المتواجدين ان نعمل يعني سياق متبادل ما بين كل الزملاء، كل اخذ دوره، استاذ ابراهيم اخذ دوره بالورش، اخذ دوره ايضا بتأسيس الجمعية معانا، صاحب القادر واسمه يعني عشرته جت من الكويت وايضا استمر ويانا وزاد يعني الساحه بفن الجميل، اختي منى الخواجه دكتوره نجاه مكي واسعد رحمن زيانه مجموعه اسماء حتى لا انساهم يعني. لكن ارجع اقول انا ما كنت فنان لكن ظروف جمعتني حتى ما ارجع الامارات بدون ما يكون عندي شهاده. انحطيت عقلت خانه اليك مثل ما يقولون لعبه الدومينو، ويعني شفت نفسي فجاه اني انا اهتم بالنحت واهتم بالله، وان كان يعني النحت واجهت ما واجهته من معاناه داخل الدوله. بعض الزملاء يعني طبعا توجهوا الى لكن بيوسف اسمح لي، كيف معاناه إذا أكثر المنحوتات الإماراتية وأنا شايفنها من 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 أواخر يمكن الستينيات إلى اليوم هي لا تمثل صور أصلاً، إذا كانت مسألة مثلاً تحريم وكذا، وهذا أنت ذكرته في كثير من الأماكن أن كان النحت يعني يواجه مشاكل، لكن اللي إذا شفنا المنحوتات مسالم لصالح عبد الرحيم سالم نجاة منحوتات كنت وغيرها التصوير فيها ضعيف لا يكاد يبين، يعني أقصد الروح إذا كان الخلاف ديني في هذا، فأنا أدري إن نظر لا ما بها المسألة فستادي يعني ما كان يطلع أو دور كله أندور. النحت مثلا عندنا في المنطقة أستاذ سامي محمد ومجموعة نحاتين كلهم اشتغلوا أعمالهم كلها أندور ما طلعت برا. النحت إذا ما يوصل الشارع ما يعتبر نحت، يعتبر عمل فني. اسمح لي أنا هذه النقطة اللي أكلمك عنها. طيب هذا رأيي. الآن أنت لما كنت هناك في القاهرة كان في ملحقية ثقافية في للسفارة، وكان موجود بعض المثقفين هناك مثل بلال بدور أستاذنا وغيره وغيره، شو كان ردة فعل الشباب غير الفنانين يعني اللي ما كانوا يدرسون فن هناك في نادي الطلبة أو الملحقية الثقافية وانت لك صور كثير معهم في اختيارك لمسألة النحت، يعني ما كانوا يقولون لك شيء مثلا؟ لا إيجابا أو سلبا؟ ملحقية كطالب وسعد رحمه سالم يذكر الموضوع هذا كان طالب معانا يعملون، لكن ايضا الخلفيه الثقافيه للجماعه اللي في السفاره ما بديش الخلفيه اللي احنا نبغيها كفنانين مثل ما الان متواجدوا الاساتذه الزملاء صح البدايات يعني صح البدايات طبعا فرحان فينا بندرس يعني مثل ما تعرف سعد علي ندرس ارت فن يعني على اساس
الشهادة ونطبق معايير البعثة ونطبق أمور دراسة ودرجات والتفوق إلى آخره. ولعل طبعا سبب رحيم سالم يمكن أجدر بالإجابة على السؤال هذا، ولكن أرجع وأقول في كانت معاناة، لأن ترجع هني ما حد يسويك. طيب أقول لك شغلة، أنا أذكر بداية عمل تجربة بس وحطيت قدام الجمعية، جيت ثاني يوم صح مكسر كله. طيب الموضوع من حق الليلة ومن حق الله، أنا حط إيدي في الخليج عمل فني، قال من هذا اللي يعني يهدي الله سبحانه وتعالى، والله طبعا بريء الله من هذا تمثال، وتكلموا علي على المنابر. قعدت 9 سنوات ولا رسمت ولا نحت ولا تسع، لحد ما شرت رحت دراستي أمريكا وعملت لي محور ثاني، قلت أشرد وأهرب إنما يكون التجسيد وإلى آخره، مع أنه ما أشتغل تجسيد، ولكن مفهوم النحت عند الجماعة يعني يتقبلون يأخذون سيارة فارهة، يتقبلون يأخذون أشياء كثيرة، لكن لا يتقبلون عمل فني 3D بذاك الوقت. هذاك الوقت نعم نعم, نعم. الآن لا، الآن أرض دبي ما شاء الله، ولا أرض أبوظبي، ولا حتى في الشارجة والبناليات ما معارضنا السنوية سواء في الجمعية أو خارجها، بدأ النحت يبرز بشكل أو يتعافى من حيث المفهوم، يعني هو يعني شيء مهم جدا. يعني أنا إذا كان في مجال عملت نفسي هالهروب أفادي بأشياء وايدة، الهروب عملت أشكالي والأساتذة الأفاضل لما يعرفوني ما تكون شغلي، أني وجدت لنفسي شيء معين. أرجع وأقول أنا لم أمارس النحت بشكل مباشر، ولكني تلاعبت تحت مسمى الكتلة والفراغ، وتلاعبت في أمور كثيرة حتى أقترب من الناس، لأن فنان ما يكون قريب من الناس ما في فائدة. لذلك عملت أولاني خروج إلى الداخل، والآن أستعد للمعرض الثاني اللي هو الدخول إلى الداخل، لأن في بيتي يعني وبسوي النحت مالي وبسوي كل شيء. من يحب يشوف عمل نحتي يتفضل يشوف. أرجع وأقول يعني حطيت في زاوية، يعني قد تكون شوية أنه يعني أجد دفاع أو أدافع عن نفسي وإلى آخره، ولكن مستبشر خير بالنحت بعد ما تطورت الدولة الحمد لله رب العالمين، والرؤية اللي ما على المستوى الموجود الحمد لله الإمارات يعني بالجاليريات بالمعاهد بالجامعات بالأقسام الفنون بدأت تتطور رؤية الحمد لله رب العالمين إن شاء الله. إذا ننتقل لأستاذنا الفنان القدير عبد الرحيم سالم، نفس السؤال أبو سالم، بما إحنا نتكلم عن الأيام الأولى يعني هذه عنوان جلستنا، مسألة البدايات مثل ما يسألون في كل مرة، كيف بديت وكيف بديت وكيف تحملت؟ لا أنا راح أسأل، هل كان داخل ذهنك أو عقلك فكرة مثل يعني راح تشوفها في المستقبل إذا مشيت في طريق الفن هذا؟ فمن خلال إجابتك بعد ممكن تعرج على سيرة الدراسة وغيرها يعني المعلومات هذه إن شاء الله. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أولا تحياتي لمعالي الدكتور هدى ثانو على هذا يعني توفير هذا اللقاء والحديث حول مجال الفنون بشكل عام وخاصة بدولة الإمارة. طبعا يعني الواحد لما يتكلم عن الفن في الستينات يتكلم على أساس أن المجتمع ما كان يعني متهيئ لاستقبال هذا النوع من الأعمال الجديدة أو أعمال الفن بشكل عام، بغض النظر أن تكون جديدة أو قديمة، يعني كسلوك أقصد فيه مو الكلاسيكي أو التجريد، بس كان يعني تقبل بحذر. بس هناك في شيء نقطة مهمة وجميلة جدا يجب الإشادة لها، أن الشارجة فتحت أبواب جميلة جدا لكل الثقافات بشكل عام، يعني جمعية المعلمين، جمعية الاجتماعيين، جمعية الفنون التشكيلية، جمعية المصورين، الخطاطين من يعني الثمانينات، يعني حذر لما أتكلم بهذا المجال لأن ما قبل ذلك ما كان هناك أي نشاط يذكر إلا بشكل مبسط ولأفراد معين. فلذلك هناك يعني الشارجة أعطتنا مساحة نقدم فيها العمل الفني التشكيلي بكل أريحية، وأعطتنا المساحة على أساس أن نقدم أنفسنا كفنانين
وأعتقد أن يعني يعيدني بهذا الكلام الأستاذ محمد والأستاذ عبد القادر الرئيس، أن فتحت لنا مجال واسع للتعامل مع تجربتنا الفنية بشكل جيد. أنا مثلا المعرض الأول اللي عملته في 91 كان عن مهيرة، عملت نوت يعني أجسام يعني لكن مو بشكل مباشر، إنه هما تجسيد، وكعرضته في الجمعية، ما كان هناك في تعارض أو في رفض يعني من الناس حول هذا الأعمال يعني بشكل ما، لأن عقليات الناس بدأت تستوعب من الثمانينات يعني بشكل بسيط لكن بمستوى عالي جدا. يعني لما وصلنا احنا على نهاية الثمانينات بدأت الناس تشوف تدور معارضنا، تدور معارض الجمعية، تدور معارضنا الفردية، وتدور تجربة حسن، تجربة السيد عبد القادر، تجربة حسين، عبيد سرور لها تجربة مميزة، منى الخاجة ونجاة، كل هذين المجموعة يعني طبعا أرجو ما نسيت بعض الأسماء. طبعا جاءت مرحلة هي الثانية، المرحلة هي لمجموعة من الفنانين هم محمد قصاب ومجموعة محمد كاظم ومساء العالم. أنا يعني أكد بموضوع الدراسة، يعني مثل ما تفضل السيد محمد تكلم عن كيف مثلا دخل في هذا المجال. فأنا سابقا أنا عشت في البحرين فترة طويلة، درست لحتى المرحلة الثانوية، وكنت أشارك في معارض على مستوى الطلبة والمسائل، فكنت يعني أشارك وكان أعمالي تفوز ببعض الجوائز على مستوى الوزارة والمسائل. لكن لكان هو المرحلة الأصعب لما أنت من عائلة متوسطة تدخل في مجال الفنون مثلا. يعني الكل في هذه الفترة لأن يقول لك والله خلي ابنك يدرس طب أو هندسة أو مش عارف المسائل هذه. فكان الجيد أن عائلتي أو أسرتي بشكل عام ما كانوا عندهم رفض لهذا المبدأ، مبدأ دراسة. شيء المهم يعني حتى أنا انتقالي للنحت، لأن كان عندي اعتقاد أن عندي قدرة أن أرسم بشكل جيد، فكنت أبي أدرس شيء آخر يضيف للرسم، فدرست دخلت مجال النحت. وطبعا والحسن الحظ احنا في المرحله اللي احنا كنا فيه كان في تخصص للنحت. انا اول كان تخصص عام النحت ميداني، لكن السنه اللي احنا دخلنا فيها اللي هي وصلنا السنه الرابعه الثالثه ظهر تخصص جديد اللي هو الميداليا ورليف، اللي هو فدخلنا انا ونجات في هذا التخصص ودرسنا فيه، والحمد لله ربنا وفقنا على في هذه الدراسة. وطبعا لما رجعنا الأستاذ محمد يذكر على أساس أنه كان كنا يعني همنا وهدفنا الأساسي أن ننشأ جمعية أو يعني لأن كان مجموعة الفنانين من يعني ما كان هناك في لقاء أو ما كان هناك في نشاط فني محسوب على على, على على مستوى الدولة، فلذلك احنا كان تركيزنا وكان بدايتنا على أساس أن ننشئ هذه الجمعية. ففعلا يعني بجهود الفنانين بشكل عام، واحنا الجمعية أستاذ علي يعني احنا الجمعية الوحيدة على مستوى الوطن العربي نقبل جميع الجنسيات بدون استثناء، ما دخول الأعضاء بالجمعية كان مفتوح جدا وما كان هناك عليه قيود على المشاركة. طبعا بالإضافة العقب صارت دورات ومجلد تشكيل والمسائل والمعرض. هذا أمر مهم أبو سالم، يعني هو كان في أنشطة لكنها متفرقة، يعني حقيقة. يعني مثلا معرض للأستاذ عبد القادر الرئيس سنة 73 في دبي، نعم. معرض لأحمد الأنصاري سنة 72 في إذاعة الشارقة، معرض الفنانين الإماراتيين وأكثرهم كان من دبي، اللي كان في المكتبة العامة أعتقد أو ما أدري وين افتتح الشيخ حشر المكتوم، كان في درية عباس، فاطمة لوتا، عبد الرحمن زينل ومجموعة شمسة جمعة. لكن الجمعية اللي أبغى أقوله أن
أبغى أعود إلى بداية الكلام اللي ذكرته يا أبو سالم، من أن مع نهاية الثمانينيات بدأ في تقبل للفنون. أعتقد الجمعية أثر في هذا بسبب المعارض، لأن كانت المعارض وأنتم كلكم تذكرون يعني تستضيف من دول مجلس التعاون، فكان اللي ممكن يعني عنده تساؤل تجاه الفن المحلي يشوف له قرائن وشواهد في الفنون اللي تأتي من دول مجلس التعاون حتى من السعودية. صحيح. أمس كنا نتكلم مع دكتور محمد يوسف عن بكر شيخون وكيف تجاربه يعني الحداثية في الثمانينيات كانت يعني، وهو سعودي يعني كان في الدول العربية. أنتوا جبتوا الاتحاد السوفيتي سنة 90، صحيح، جبتوا عميد كلية فنون تطبيقية في مصر أيضا في نفس السنة، فاتح المدرس تذكره أبو سالم يانا، فكان في زخم يعني الجمعية. تأكد الكلام اللي قلته يعني أقصد حتى من المغرب العربي، يعني دعينا مجموعة من الفنانين المتميزين في، لأن كان توجهنا بشكل عام الجمعية أن هي تحتضن يعني كان أول معارض لأعضاء الجمعية. نعم. فكرنا في المرحلة ما بعد هذه المعارض للأعضاء أن نستضيف دولة، وبدأنا بدول الخليج بعدين دول عربية وبعدين طبعاً دول عربية، يعني يكون ضيف شرف مصاحب مع المعرض العام. فكان هذه خطوة يعني إيجابية، وهذا كان المنطلق اللي قدمناه إلى صاحب السمو الشيخ سلطان على أساس أن فكرة الميناني كان توجهنا على أساس هو بعد الاستضافات يعني فنانين من الاتحاد السوفيتي، فصار هناك في طرح بأن يكون هناك في بينالي، وكان توجهنا من خلال البينالي على أساس نستقطب الفنانين العرب اللي عايشين في أوروبا أكثر شيء، لأننا يكون لهم متنفس البينالي. كان إحنا يعني التارجت من أو الهدف نستقطب لهذه الفنانين اللي عايشين في الدول الأوروبية على أساس أنها نستفيد من تجربتهم، وبنفس الوقت كان في جوائز لأفضل فنان تشكيلي، جائزة لأفضل فنان على مستوى الوطن العربي أو الخليجي، وفي جوائز للناقد، وفي يعني كان في حراك يعني إيجابي على مستوى يعني الواحد يفرح فيه ما يتذكر. صحيح. يعني كان المعرض ذكر في عطلة الربيع 90-91، وبعدها في 92-93 صار البينالي. بس أبو سالم قبل أنتقل أستاذي عبد القادر الرئيس، بغيت أقول أن أنت قلت أول معرض لك كان 91، أتذكر أنك عملت معرض شخصي سنة 87 بالسيلفر بيبر. نعم صحيح صحيح صادق. ما أبغى أذكرك أنا هاي على سيبي مارك 91. أتذكر أنه هو أنا كنت ليش أنا ذكرت هذا، لأنه هو المعرض اللي يعني أعوذ بالله من الشيطان انطلقت منه كان مهيرة. نعم. أتذكره كان في قلم رصاص وكذا. نعم. السيلفر كان هي تجربة جميلة، لأن كان على أساس أن لاحظت أن الطلبة يستخدمونها والمسائل في المدارس ما كانوا. ترى أنا استغربت، أنا دخلت الجمعية أشوف معرض وأعمال إحنا لخام إحنا نستخدمها في المدارس كنا وإحنا أطفال، وفي فنان كان رئيس الجمعية اللي هو أنت عارض منها، فكان شيء جميل بالنسبة لي يعني إنه كان حلقة وصل. لا المادة يعني أنا يعني صار عندي فضول للمادة نفسها، لأن كنت أشوف الأولاد يعملون يشتغلون فيها بالبريس أو بالضغط. هي كنا نسوي التنافر. اي بس انا ضفت عليها ان اخذ التنر وامسح على اللون الازرق او من الاعلى على اساس ان يعطينا سيلفر فضي. نعم. يعطيك العافيه ابو سالم. اتوجه بالسؤال للاستاذ عبد القادر الرئيس، طبعا هذا السؤال الاخير لكل واحد منكم الان، ويعني اجابه مختصره. يا ابو مصعب، ليش ما سويت لك تلاميذ؟ انا الناس كلها تسال هذا السؤال، وهذا له علاقة بالأيام الأولى. في الحقيقة أن كان لك ناس متأثرين بلا شك، وإذا بذكر أسماء ناس كثر يعني مو بواحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ولكن من بعد يعني كانوا يحاولون أن يعني يجزئون ضربات الفرشاة، يعني حتى مو على الطريقة الأوروبية التنقيطية وما بعد الانطباعية، بطريقتك أنت.
أنت نفسك ليش ما حاولت يعني يكون عندك تلاميذ أو تقبل بهذا؟ أنا أتذكر كنت في السنة مرة أسألك سؤال جاوبني عليه. والله من 87-88 يرسم لي السكين وكيف أستخدمها، عقب سنة أشوفها أسأله عن لون معين، عقب سنتين. فليش ما كان عندك تلاميذ بمعنى التلاميذ؟ أو ليش ما درست في الميكروفون؟ أبو مصعب عندك مغلق الميكروفون. زين. إيه تفضل. أول شيء أنا نفسي ما درست الفن، فما أبغي أدرس حد شيء يعني مو بخوف أنا أضيع. ممكن واحد عنده قدرة إنه يعني يسوي نفس القدرة، يعني كل واحد وإمكانياته. درسوك مدرسين مصريين وكويتيين؟ يعني خدت قواعد؟ أخذت القواعد ولكن ما تبغى تعطيها حد يعني. نوع يعني ما في حد يعني سألني وبخلت عليهم. لا لا طبعا أشهد على هذا. أو جاب لي مثلا لوحته وقال لي شو رأيك وكذا، إلا على قد حالي أقدر يعني أوجه. ولكن مثل ما قلت لك أنا ما درست الفن، ما دخلت يعني ما أخذت أي كورس في الفنون، إنما كان اجتهاد شخصي. وأيضا التقاط بعض الشيء لما كنت كانوا الفنانين كانوا يلاقشونه كذا، كنت ألتقط منهم بعض الشيء كيف يعني يرسمون في الجسم في الكليات أو في كذا في الجامعة. فأنا كنت تدري واحد لما يكون عطشان لشيء فبسرعة يستوعب. فالحمد لله، ولكن الحمد لله اللي تأثروا فيني كثيرين هو كفاية أن جسم يعني من الأكبر هم اللي هو عبد الرضا باقر، إلى الآن يرسم طبعاً بعد فترة طويلة وكان يرسم على نفس الأسلوب القديم لما تركت الكويت، والآن بدأ يستعمل نفس الأسلوب اللي استعمله الآن المربعات. لو تشوفونه لو حاز تقولون له هذا القادر الرئيس، أيضاً من هو السنة هاي ماخذ جائزة الدولة، طبعاً هو معناتنا رجال على مستوى. وطبعا من في وطننا من اكبر تلاميذي او كذا الناس اللي استفادوا من فني هو مطرب لاحظ، وايضا حسن شريف فتره من الفترات تاثر بشغلي، واعتقد في لوحه الجسم ولد وبنت صحيح. لا في اللي كان يتسبح في اعتقد لوحه موجوده عند ابو يوسف كان حسين شريف. أي ألوان راسم حسين شريف؟ لا حسن شريف، حسن نفسه. حسن راسم أخوه كان في الحوض. إيه نعم من أي نفس ألوان أبو القادر الرئيس. تأثيرية كانت بأسلوب تأثيري. إيه أسلوب تأثيري، ولكن لأن اللوحات تمت عنده 5 سنوات من 75 إلى سنة 80 كانت موجودة عنده. نعم أتذكر في رعاية الشباب يعني. نعم هذا صحيح، لأن حسن الله يرحمه نفسه قال لي ان بعد ما عبد القادر ترك الرسم قال لي يا معرض وانا شاركت بلوحاته وهو ما يدري في 77 دوري 8 كان سنه 80 اي تستاهل 70 و77 لان 80 هو راح بريطانيا. نعم لا تحل الجمعيه سنه 89 كان صح. ايه لا نعم. بس لا هو شارك مثل ما قال ابو سالم في هيئات الشباب، معارض هيئات الشباب. نعم يصيرون كان يبعث أعمال في حتى المشاركة الشباب يعني على أساس مستوى الخارجي إيه؟ يعني ما كان عندي خبر يعني. لا هو يقول هم يتحسبون أنك أنت موجود في المعرض ومشارك. نعم. في حين أنت ما تدري هو اللي كان يشارك بالأعمال، لأن كانوا يسيرون مع دكتور عبيد الهاجري. نعم. ويا الشباب يسيرون، ساروا مهرجان الشباب في أكثر من مكان، ليبيا وغيرها وكذا في دان. نعم تونس في ليبيا. نعم احنا يا بعض كان مهرجان الشباب العربي كان خسرت 75 نعم. استاذ علي وبخاله تشوف موضوع التأثر، اول شيء انت تعرف الامارات مثل ما هي التجاره مفتوحه فيها ايضا الفن مفتوح فيها في الامارات، وذلك تاثير بعد فتره تاثير قدك ازدياد الجاليريات
وازدياد نجاحات أر دبي ونجاحات أر أبوظبي والبناليات مثل ما تفضل الزملاء. لكن أقول لك الآن إحنا وصلنا إلى مرحلة مهمة جدا. أنا طبعا بعدين بالتالي راح أكلمك عن دوري بالجامعة، لكن أكثر من هذا يهمني الآن إنه كثير من الفنانين تخصصوا وبرزوا بأعمالهم، يعني بين 2,000-3,000 فنان. أقول هذا عبد الرحيم سالم، أو أقول هذا سعد القادر رئيس، أو أختي منى، أو أختي نجاة إلى آخره. لذلك الصبر المسألة هاي اللي يقول عن سؤال التأثير والأثر والتأثير، الصبر بتكون يعني في البداية عقب لا الفنان يكتشف إنه شيء ثاني آخر. يعني أنا شخصيا ما تأثر في أي حد، احتمال تكون بعض الزملاء الموجودين، ولكن أنا بحكم أرضيتي دراسة البوذيست آرت أو الفن البوذي لفترة، وأيضا احتمال دراسة الكتلة المصرية فترة، بديت أعمل نفسي لازم أتميز، لأن الأنانية الإيجابية والأنانية مش السلبية، الإيجابية أن الفنان يبحث عن نفسه بكل الطرق، ولا راح يكون تبي كلم الفنانين الآخرين. لأن قصدي يوسف عشان ما ندخل في موضوع التأثر وايد، هو كان قصدي شو من كلام أنه ليش بطاري التأثر. أنا كان سؤالي له ليش عبد القادر ما درست يعني مثلا تلاميذ، يعني هم تأثروا بمن الخارج. أنا قصدي يعني أنا أبغى أبحث مسألة التأثر مثلا على سبيل المثال، والسؤال الآن موجه أيضا لك. كان هناك مركز الخزف في مدرسة العروبة، صحيح. هذا المركز موجود من الستينيات ترى، ومن اللي درسوا فيه دكتور جمعة بلال، وحتى بعض الشيوخ الشيخ سلطان بن صقر القاسمي ودكتور عبيد الهايري عملوا الخزفيات وغيره، وانت بعدين استلمت ابو يوسف، صحيح؟ صحيح الكلام، بس لا هذا متاخر وايد، بدايه 78 79، وعدالك اخوي زميل الدرب عبد الرحيم سالم، ابو سالم يذكر الموضوع ان احنا بديناه بشكل علمي، هذاك على مستوى الهوايه قد يكون. معلوم انا قصدي ان مساله مستمره ترى، يعني لكن الإنجليزات بالفنون التطبيقية أستاذ علي أنت تعرف يعني المسألة واحد سوى واحد سوى اثنين، الطين والإنجليز الأوفر إنجليز الأندر إنجليز وإلى آخره، أشياء معروفة تطبيقية. نحن نبحث عن الفن اللي من الداخل إلى الخارج في أشياء معروف نتائجها. دليل على ذلك الأفران، ما أفران قبل أن نحط اللون داخل الفرن نسوي له مثل البليتة، نشوف كم درجة حرارة يتحمل، نشوف اللاسترات كم تتحمل، نشوف كذا، بعدين ندخل نلون الخزفيات. هذه واحدة. وجود أيضا للأسف مركز الخزف تحول ما بين مثل ما تعرف يعني ما التربية الفنية أوكي، ولكن التوجه أيضا العاملين فيه كان مخهم صناعي تجاري، فهذه أيضا من أسباب الخزف قد يكون مش نجاح الكبير. والأفران والناس بدأت تجيب التربية، لكن برضو لم يترك أثر كبير إلا على مستوى ضئيل، بس فقط في الشارجة عندنا. هذه أعترف لك. يعني نرجع لموضوع هذا، أنا حاولت، وطبعا الحمد لله رب العالمين اللي جنبك أخوي سيد عبد الرحيم سالم بين تارة أخرى نجيب عنا الكلية، وكوننا من الفنانين الرواد نجيب بعض الفنانين مثل سعد رحيم وأيضا سعد القادر ريوت واختي الدكتورة نجاة ومنى، ونتعاون أنا وزميلتي الدكتورة كريمة الشوملي إن نجيب هالخبرات والقيادات الموجودة إنهم يتأثرون، يعني طلبوا يشوفون التكنيك ويشوفون الشغل ويشوفون كل شيء. لذلك كانت مهمتها ما زالت حتى الآن أكاديمية، متوقع وإن كان سوق العمل أحيانا يظلم الناس، لأنه الفنانين الفن التشكيلي بخال المتأذرة يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى نفس طويل، يحتاج إلى يعني واحد يبحث عن نفسه. أنا حاولت بقطط أبحث عن نفسي بشكل أما، ونفس الوقت أقول حق الطلبة ما تقلدوني، أنا مو بعشر سنين أنا خايف، أنا ما أخاف من شيء، لكن الفكرة ما فيها لازم الطالب يبحث عن نفسه فنيا، لازم يبحث عن البصمة مثل ما سبق الزملاء سعد القادر وسعد رحيم سالم وأخواني وأخواتي كلهم اللي سبقونا في الميدان. لأن الفنان عشان تترك بصمة لازم تتعب يعني تدور كل الطرق عشان تسوي لك بصمة، ولا أصبحت أنت سلسلة الفنانين اللي سبقونا العالميين ككل، ونحن من حقنا. لذلك الفنان عنده يعني أنانية إيجابية مش أنانية يعني سلبية، إنه يحب يكون يتميز
وزملاء أعتقد يوافقوني. أنا ما في كم من فنان حاولوا طبعاً ويقلوني في بعض المعارض موجودة في يعني في أبو ظبي، لكن ما فهموا شو الموضوع. فلسفة العمل مهمة جداً إنه ما حد يفهمها يا أستاذ علي. فلسفة العمل أيضاً حتى الفكري، أستاذ حسن جزاه الله خير سحب مجموعة كبيرة وراء في المفاهيميات وإلى آخره، لكن بعضهم ضاع وتاه راح بحث عن نفسه من جديد. يعني كثير من الشباب تولوا هذه المسألة. نحن أيضاً في الإمارات نبحث عن أنفسنا، وهذا حق مشروع لكل الفنانين والمبدعين. لذلك نحن الآن بعد سنين طويلة ما 30 أو 40 سنة أصبح نقدر جوازاً، يعني بالفعل أنا بالنسبة لي أنا شخصياً يعني حاولت أتميز بالأعمال اللي لها رجل، واشتغلت حجر مؤخراً واشتغلت يعني بالطبيعة وإلى آخره. لذلك أستاذي الفاضل يعني هذا اللي أدور عنه. يعني شكرا يا ابو يوسف، وفعلا هذا كلام صحيح. يعني اذا الواحد عاش في ظل فنان وشاف نفسه بس ياخذ افكار ويقلد، يعني اذا كان صادق فضروري راح يترك هذا الظل ويذهب تحت الشمس يدور اسلوبه. هذا كلام 100% صحيح. وسؤالي الاخر سؤال في جلستنا لهذا اليوم، طبعا وجه لابو سالم، والسؤال كنت اتمنى اساله ايام الزمان وهذه فرصه الان، لأن يتعلق أيضا ببدايات والأيام الأولى بدايات الفن بس من ناحية أخرى. هل يا أبو سالم لما كنتوا في البدايات وكذا، هل بعضكم كان يتكلم عن أعمال بعض؟ بمعنى أنك أنا أدري أنك دائما إذا شفت مثلا دكتورة نجات تشتغل، أبو يوسف إذا شافني اشتغل أتذكر هذا في الجمعية حد يتكلم شوي أنه لو كان هذا كذا لو كان هذا كذا، ولكن هل كان النقد ما بيننا طبعا، يعني ما بين الإماراتيين أقصد، له أثر في الأيام الأولى في دفع العمل؟ أعتقد أنك اشتغلت فترة كبيرة مع حسن الشريف وهو يذكر هذه الفترة بكل يعني تفاصيلها، لأنك كأنه كان يبغى يقول أن يعني هذا أبو سالم كان معانا، وين كان انتقدك شوي لأنك أنت تركت بعدين ورجعت للوحة. بس مو بهذا القصد، القصد يعني ما بتكلم عن هذا بالذات، عن مسألة النقد وتبادل الآراء، هل كان نافع وكثير أو لا؟ أتذكر معرضك اللي تكلمت عنه سنة 91 عبد اللطيف المنوفي الراحل كان كلمك عنه، لا هذا كذا هذا كذا، يعني كان في نوع من النقاش. سعد علي، احنا في الجمعية كان عندنا بعض يعني الجيد في الموضوع، احنا كمجموعة نفكر فيه بشكل مشترك. يعني من الأشياء المشتركة اللي مثلا المعرض اللي سمينا اللي هو للشباب، معرض الشباب، معرض البانون، هذه التنشيطية هي تتحرك الساحة. يعني احنا ما ننتظر المعرض العام السنوي من وقت إلى وقت. بالإضافة إلى كان عندنا لقاء الأربعاء وهذا كان مهم جدا، وهو من خلال هذا اللقاء إن كل فنان يجيب عمله أو على حسب الشخص. يعني مثلا أنا عندي عمل جديد أجيبه ونجلس نتناقش على العمل ونبدي آرانا على العمل من كل النواحي، كان تخطيط التكوين والمسائل هذه، وكنا يعني برياحية، ما كان هناك في تنافس الضد، يعني كان في يعني ألفة ويعني ارتباط. فهذه اللي حفزنا، بالإضافة إلى الدورات شيء كانت مهمة بالنسبة لنا وبالنسبة للجمعية، إن هي كانت بداية كانت بسيطة لمجموعة من الفنانين، وطبعا لتطور الموضوع. اللي يهمني أنا في عملية الأخذ لما ذكرها السيد محمد الدكتور، أن أنا الأخذ والعطاء بين الفنانين، ولا أنت يمكن تشير لها بشكل ما، أنه هناك في كان مناقشة حتى في المعارض. يعني المعرض يعني مثلا نعرض عمل لحسن شريف ولا عمل لمحمد يوسف ولا عبد القادر ولا، فكنا حتى في المعرض نفسه يكون فيه هناك نوع من الحوار، بس مش الحوار الممتد أو شيء من قبيل، أنا هو الملاحظات. فهذه فاتنا كثير،
الشيء الجميل مثل ما ذكرت لك سيد علي أن جمعيتنا كانت مفتوحة، فالخليط هذا كان فادنا كثير. مثل الأستاذ عبداللطيف الصمودي في صمودي، محمود حسن، هذا لين يعني التنوع كثير. يعني أنت تشوف تجربتك تقيس على تجربة الآخرين، وما عرفت تعرف أن هم جايين من بيئة عندهم الفن بشكل كبير ومتقدم أكثر منا إحنا. فلذلك إحنا لما نوازي بين تجربة هذا الفنان هو متواجد عندنا وتجربتنا، إحنا نلاحظ إحنا هناك في تفاوت، لكن هذا التفاوت يفيدنا في 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 الحوار، يفيدنا في معرفة الآخر حتى في بعض الأحيان. فلذلك يعني توسع في هذا الجانب كان مهم، وحتى المحاضرات اللي كنا نعملها أنا وحسن شريف، يعني عملنا كذا محاضرة في نادي الأردني، في نادي السوداني، في نادي الأهلي، في اتحاد الكتاب، عملنا كذا تجربة يعني من خلال يعني نقدم توضيح وفهم للفن التشكيلي بشكل عام وبشكل خاص لتجربتنا احنا في الإمارة. تفضل. ابو سالم يعني ما شاء الله بدع ما قصر، لكن في ملاحظة، التحول اللي صار والخبرات اللي تراكمت علينا يعني مع تقديري كان جهد كبير باللوج الأساتذة الأفاضل، ولكن في مشكلة مع ارتفاع مستوى السوشيال ميديا، مع ارتفاع اللي يعني اللي يطلعون اسماء فنانين ما اعرف من وين يطلعون، لما تكلمهم بشكل يعني مباشر يزعلون، يقولون هذا بيحطمنا واول اخره. الان لازم نحن نتجه يعني بعد العمر الطويل هذا انه نفهم الفنانين اللي في الساحة، تعالوا نقرا اعمالكم. يعني قبل قد تكون مفهوم تعرف سر علي مفهوم النقد، يخافون من الناس، لا بينقدوني بيسووني وما إلى آخره. فتعالوا الآن عود حتى طلبة عنا بالجامعة عودنا تعالوا نقرأ العمل مثل ما تفضل أبو سالم والجماعة، نحلل العناصر الموجودة، نحلل اللون، نحلل الشكل الموجود، لأن هذا مهم جدا. الآن نرجع للمستوى الفني بالفعل الصريح، لكن لما تكلم معهم تقول تعالوا خلنا، لا بينقدنا بيسوينا بيحطمنا محناسة، ولذلك يهربون. الآن مشكلة أخرى، يعني البينترز ما عاد مثل قبل، الآن كلهم فنانين جرافيك، توجهوا إلى الفيديو فيلم، توجهوا إلى أشياء قد تكون هي سريعة، مو مثل مثلا كان سعد رحيم سالم يشتغل على الباستيل يأخذ له باللوحة 5 أيام 6 أيام هو طبعا يشتغل عليها، مو مثل ما سعد القادر أخذ شهور في اللوحة، مو مثل مثلا الأساتذة الزملاء الخبرات اللي كانت موجودة معنا من توفهم الله موجودين، ما عندهم ذاك الصبر عند الفنانين خاصة الشباب والجيل اللي طالع. فأنا أبي أتوجه انه لازم الفنان صراحه اقول لكم اياها لازم يمر بمراحل يقرؤون اعماله، اذا قرأوا اعماله وفهم شو الايجابياتها وشو الاشياء وفتحوا العناصر شو نتعلم، انما اي كلمه يقول لك لا ما يسويني هذه مشكله اخرى. لذلك اتمنى انه يعني نغير المفهوم يعني للاجيال الجايه، هذه مهمتنا نحن والزملاء يعني الرواد الموجودين معنا هنا بالامارات، انهم يغيروا. تعالوا نقرا الاعمال، قراءه العمل يعني لا يعني يعني العمل فاشل ولا ناجح او شيء، لا تبين له يعني هذه المهم جدا، تبين القيم الجماليه وغيرها. سيد علي في أوروبا الفنانين يدفعون مبالغ على أساس أن ناقد يجي عشان يقيم يدفعوا له فلوس تحليل صحيح يعني هذه الدرجة. يعني أنا يعني صعب طبعا، نتمنى أن يكون هناك في يعني بالإضافة لك لتجربتك أنت في هذا الجانب، أن الناقد هو مفيد، جاء يعني ظاهرة صحية، بالعكس ظاهرة صحية. هو صحيح هذا الكلام، وأنا أعتقد أن هذا الأمر يعني أنتم بديتوه يعني من خلال مجلة التشكيل، أبو يوسف كتب فيها عن معارض حسن شريف، ترجمات يعني أبو سالم. أنا أول مرة أعرف أوجين دولاكروا من مقالتك، الفنان الرومانسي الفرنسي، يعني كانت المجلة بالنسبة لنا شيء عظيم جدا، مع أنها طباعة بسيطة على ستانسل، بس فيها ترجمات، فيها عن التجريد، فيها عن
عن مسائل فلسفية في الفن. مو بس هذا، مجلة التشكيل كانت رائدة أيضا في الكتابة عن الفنون الأخرى، صحيح، عن الخط، عن التصوير، عن السينما. صحيح. نبيل شمس كتب عن السينما والانطباعية، المدرسة وتأثرها. أنتم تعرفون أحد كبار الفرنسيين رينوار، كان أبوه هو رينوار الفنان، أحد نعم. كبار السينمائيين يعني. فإذا المجلة كان لها دور يعني فعلا، وأنتم ما قصرتوا، وشكرا لكم. أيضا أنا أحب أقول يعني أنه من جمعيتنا التشكيليين تجذرت جمعيات كثيرة، التصوير الفوتوغرافي، الخط العربي، حتى الخط يعني تجذرت كثير وأصبحت لهم كيان. لذلك احنا لما كان بدينا الجمعية مساء الرحيم والشباب ككل الأساتذة الأفاضل، بالفعل كنا حريصين على الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وشكرا يعني لكم ايضا، انتم ما قصرتوا طول هالسنين في رعايه الفنانين. انا واحد منهم اللي استفادوا كثير من الجمعيه، الى اليوم انا يعني استفيد، استثمر جيتي للجمعيه. جزاك الله خير يوسف انك جبتني هناك ودعيتني يعني، وايضا ابو سالم نوجه له شكر بهذه المناسبه، لان ايضا اتذكر اليوم في اواخر الثمانينيات اللي طلب فيه من السكرتاري في الجمعيه ان يبدون في ارشفه وحفظ الاخبار. يعني وايدين ما يدرون، كانوا يعزون جهد الأرشفة إلى مراحل متأخرة من 10 سنوات، لا هو من أكثر من 30 سنة. أنا كنت حاضر وأتذكر هذا الشيء. لهذا أنا يعني في نهاية هذا اللقاء، لأن ما بقى عليه كثير، أتوجه بجزيل الشكر لكم جميعا، لك دكتور محمد يوسف. والله أنا شكري لك شخصيا وزملاء الدرب اللي التقيت فيهم يعني أنا ونفس الوقت لابد أن أشكر هدى كانو وأيضا مايا خليل، يعني حقا جزاها الله خير، احتضنتنا كنا ككل وأنت معانا أستاذ علي. لكن نفس الوقت أتمنى هذه الحوارات تصل إلى الآخرين يفهمون، يعني في ناس كثير إن شاء الله. هذا بيكون أونلاين، يعني هذا البث، هذا التسجيل راح يكون سيعرض أونلاين، وتقدر ويوسف حتى ترسله، أنا أرسله العادة للزملاء يعني عشان يشوفون المهتم منهم. نعم إن شاء الله. نعم، وأتوجه بالشكر الجزيل أيضا لأستاذي الفنان عبد الرحيم سالم فنان قدير، ولشخص الفنان قدير أيضا عبد القادر الرئيس اللي كان معنا في هذا في هذه الجلسة أو الحديث اللي أخذ عنوان السنوات الأولى من بناء المشهد الفني والمجتمعات الإبداعية في الإمارات اللي نشوفها اليوم. وهذا أتى ضمن جلسات الحوار الخاصة ب معرض إمارات الرؤى 2 بعنوان سرد ووعد ضمن مهرجان أبو ظبي للفنون لعام 2022. مجدد الشكر لمجموعة أبو ظبي للفنون على هذا اللقاء، وشكرا جزيلا لكم لمتابعة وحضور هذا الحديث. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ علي. شكرا حياكم الله. شكرا، شوفكم على خير إن شاء الله. حياكم مع السلامة.